مكانكم الربع عندي السلام عندكم بس الحين دورك صالح تنسدح عاد ونسدح اي عادي شوفكم الساعه بس كم الساعه 42 ما ادري والله ما ايش باقي له اعطونا سبيكر اذا يمدينا بالقصه كما يمدينا اخيرا رقت تحدق القصه هذا يا طويل العمر شايب ان تزوج وجاب له ثلاث عيال ومات كبروا العيال ذولي وتزوجوا الكبير منهم جاب سبع عيال والاوسط جاب ولد واحد والصغير جاب بنت واحده الولد اللي لحاله واللي البنت اللي لحالها حبوا بعضهم من يومهم صغار وعقب كبروا قالوا نبي نتزوج راح الولد وخطب بنت عمه من عمه قال يا عمه بنت عمي على سد الله ورسوله قال إن كانت تبيك افتم رجعوا السبعة هالعيال الأخوان قالوا ليش ياخذها أبونا أكبر من أبوه وحنا أكثر منه نجال الشجاعة واللي حنا أكثر هو الحالة فكروا قالوا والله ما ياخذها قال بلا أروح أتمشكل مع عيال عمي الحين وجيهم وأتمشكل معهم ليش خلني أروح لبنت عمي يا بنت عمي أنت تبيني ولا ما تبيني قالت له والله أبيك قالها موعدنا الوقت الفلاني إن كان تبيني تراني هناك قالت اهدأ وين تبين نروح قال نبي نهيم في كل درب يوم جاء نص الله الله يوم جاء نص الليل احترى بنت عمي احتراها أظن أنها ما عادي بجاية يوم أنه لي مغراضه بيرجع لبيتهم غير بنت عمه تخبط يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان وليها يناديها عاني في المكان فلان جات أردفع على الذلول وروحوا وعندي وعندك وعندي وعندك لين أصبحوا عند ديرتن ما يبعدن عنهم دخلوا على شيخ قالوا يا شيخنا هذا علمنا وهذا علمنا وهذا علمنا وهذا علمنا وهذا علمنا عمي هذا ما صار وأنا وبنت عمي نحب بعضنا يبيك تزوجنا عشان تبغى رسول وزوجهم على سنة الله رسول وروحوا يوم أصبحوا يدوروا البنت دوروا الولد والإمام منهم طلعوا اثنين من عمهم قال والله إن ما نرجع غير برأسه ونرد بنت عمنا هو ولد عمه طلعوا من الديرة هذول يروحوا الديرة الأولى الديرة الثانية لين أبعدوا وصلوا من ذاك الديرة قالوا نبي نقيم فيها أقاموا وحط بيتهم وصار من أشجع هاك القبيلة اللي من جاء غزو قالوا جارنا معنا قال معكم اللي جاء كرمة وعزيمة وتعشى عند الشيخ قال العزيمة عندي المهم أن رجال طيب جلسوا يطلع عمر في هاك المجلس والشيخ وهو غايب يضيف الشيخ يوصف قال أبي لي حرمة ما بعد مرت والحرمة هذه حرمة جارهم فيها زين وفيها جمال والله يحب الجمال قالوا حرمة جارة احتال الشيخ قال اني بذبحه وبتزوج الحرمة يوم هاك النهار قال ارسلوا لجارنا قلوا احنا عندنا غزو انت معنا ولا ما انت معنا راحوا له قال يا جارنا انت معنا ولا ما انت معنا قال بلا معكم ركبوا الخيول وركبوا الجيش وروحوا يوم انتصفوا الدرب قال الشيخ يا الربع انا نسيت خاتمي وأنا ما غزي غربه إذا غزيت بدونه خسرت قال نرسل أحد يا شيخ قال لا ما يروح قال أنا راح الرجال ويوم أنه أخذ الخاتم هو ما قصده خاتم يبيها رجل المرأة قال يا بنت أنا ما أخذك أما ذبحت دعمت موت ولا أقول له فروح علم منها تلابشت معي بالكلام وطقته وضربته على جبهته راح ارسل له ريدي قال روحوا قولوا لهم ان ما احنا غازين ارجعوا انكفوا قال جارهم انا بغزي وبتجه اللي رحت في غزوه ما رجعت اللي بيقعد معي يقعد ونغزي واللي بيرجع يرجع قعدوا معه شلقه واغاروا يم الغزو كسبوا ورجعوا وزع الغنائم من ضمن الغنائم اللي اكتسبها هو انياق طر حلبل وحط عليها الوسوم وسوم ابوه عمانه ويوم جاء بنت عمه قالت يا فلان الديار طلبت اهلها يا عمي يمديهم نسوا رجعنا
نبيها لنا، عرف ان الحرمه عندها علم. قال يا فلانه وفي سل جنبيته ويحطها عند رقبته. قال يا فلانه والله لو ما تعدين العلم اني اذبح نفسي. قالت له بالله هدى لعمرك، الشيخ هذا علمه وهذا علمه وهذا علمه. قالها طبقي عفشك انا بروح للشيخ وجيت. قالت لا تمشكل معه انت لحالك انت وحيد. قال ما تهم ارجع للشيخ. ويوم جاه قال يا وشاف ضربته وليه بينتم في وجهه. قال يا شيخ الديار طلبتها لها واكرمك الله. قال عسى ما جاك منه شيء. قال لا بالله لكن اكرمك الله. رجع حرمته وليه حرمته مذهبت الامور هو يركبون عفوشهم دنياهم وما يروحون. هي قدام الحلال وهو وراء الحلال ويدرج الحلال يمين ويسار ومعهم خدم. يوم التفتت في هاك المرة وليا العجة واقفة وراهم. قالت يا فلان الرجيل جوك. قالوا وش يبون؟ قالوا بيذبحونك ياخذوني. قالها روحي روحي والوادي اللي قدامك امسي فيه اذا طاحت الشمس ما جيت تلبس حدادك اعرف اني ميت. وهي ينكف الشيخ يوم انهم وقفوا زهم على فرسان القبيلة. قال يا فرسان الفارس اللي فيه قلب رحمة لا يجيني. أبي الفارس ما في قلب رحمة. طلعوا من عشرة حولها والحقوا. يوم الحقوا والرجال ديور صفوا. قال ها يا شيخ علامك وقفت لما نهزم الرجال نذبح. قال اصبر. الرجال قام يعرض بالفرس اللي معه. كل ما اعترض ولي معها فلوة تعترض قدام. كل ما اعترض فيها قدام ما يمديها تروح. سل السيف وذبح المهرة الصغيرة. قال الشيخ الرجال ليش ذبح المهرة؟ قال يا شيخ أنت علمتنا أن نفعل ما علمتنا أن نسولف وقت الجد. قال لا في ذا الموقف سولفوا أعطوني وش علمكم. الرجال ليش ذبح المهرة؟ قال واحد منهم يا شيخ الرجال يبي لي منه اغتنم الرجال الأول وليه قريبا منه يذبحه وليه بغيت الثاني وليه قريبا منه ما ترد المهرة شيء. قالوا حنا ليش نطلبه؟ وش نبي منه؟ قال نبي أنت قلت أننا معك وحنا معك. قال ها أنكف أنكف. قال ارجعوا. المهم ارجعوا. يوم ارجعوا وغار البنت عمه قبل طيح الشمس وصلها وليال عمه اثنين جايين وشايفين وسوم البي. قالوا هذا ولد عمنا فلان نبي نذبح اليوم خليني أرقد ونذبح هو شجاع ولا نقدر فيه. امكانوا وراء الخيمة يذبحونه وجلسوا. جاءت الحرمة وقدمت العشاء. قالت يا فلان أمانة يوم شفت الرجل صكوا 14 رجال مدري حولها وانت لحالك وش تمنيت؟ بتا. قال والله اني يعني ما تمنى غير ولد عمي فلان وفلان فلان فلان ورا الخيمة اللي ورا الخيمة هم هي طلعوا من تحت الخيمة قالوا بشرب سعدك والله ان رقابنا دون رقبتك وان دمنا دون دمك عود الله لكم وسلامتكم. قوموا الصلاة 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 قوموا الصلاة أبو هادي صلاة 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 أبو هادي أشكرك على جلسة وأشكر ماما بيض الله وجهك بيض الشحن يا حبيب يا ود الجلسة هذه عشمتها يوميا زين.